صافرة بداية المباراة من جانب الحكم. صافرة البداية بتعلن عن بداية المباراة، وادي اول كرة كده ملعوبة وجول. اسرع هدف نواف العابد. نواف العابد لعب الكرة من منطقة السنتر وشاط واحدة في المرمى في اقل من 3 ثواني. اسرع هدف في العالم نواف العابد خد له واحدة هوب في الجول، خد له واحدة في المرمى في الجول، وواقف احمد الرشيد.